طلع. انا مالي في، انا مالي في كتاب سيدنا لحد ما بايع معاويه لو ست شهور. طب متى تفتح معاويه؟ انت متى تفتحون؟ متى تفتحون؟ كلهم عازلين مغلقين. دي فتحوا شويه، خلي الناس تفتح عقولها. فتح يقول ماني فاتح. تفتح، انا بدك تفتح. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. فيديو آخر من ترخيصات قناة خواطر فكرية لبرنامج الحاج وعد اللامي السؤال بريء. نذكر أن بداية الاتصال تبدأ من هذه الدقيقة، فأي شخص يحب يسمع في قدر الاتصال يقدم هذا الفيديو ويرجع وياه للتعقيب النهاية. أتمنى أن تتفاعلون مع هذا المقطع وتخلوا له لايك، لأن هو داعم مهم لنشر الفيديو. اللايك داعم مهم لنشر الفيديو، فلا تبخلوا رجاءً بهذا الفيديو. إن شاء الله راح يكون سؤال حول حديث نبوي شريف. قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا من هما. فهنا يسأل الوهابي، يسأل كيف تقول يا حاج وعد اللامي إنه هذا الحديث ينطبق على الحسن وعلى معاوية؟ والحسن عليه السلام تنازل، الحسن عليه السلام تنازل. هذا هو ملخص الفيديو وما دارت عليه الحلقة. نستمع وإياكم إن شاء الله إلى تمام الاتصال، وبعدها نرجع بالتعقيب على بعض النقاط المهمة، وكيف هذا الوهابي بقصد أو من دون قصد أو بالجهل لا أعلم حقيقة سقط صحيح مسلم. وهذه نقطة جدا مهمة وثمرة هذا الفيديو اللي حبيت أن أسلط الضوء عليه. من تركيا، تفضل. من تركيا من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، من معي؟ معك معاوية الصراح، أستاذ معرف. حياك الله معاوية، حياك الله، أهلا وسهلا بك. شلونك؟ إيش عندك سؤال اليوم؟ السؤال اليوم موجود على الشاشة: إذا بويع على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الإمام الحسن عليه السلام بويع، نقتل معاوية ولا لا؟ لا، ما بنقتل معاوية، لأن سيدنا الحسن نازل لمعاوية. طيب النبي محمد صلى الله عليه وآله قال اقتلوا معاوية، شو نسوي؟ الحسن تنازل من دون قتل. الحسن تنازل والنبي قال، طبعا هذا على حد قولك، احنا ما نقول. الآن الحسن عليه السلام تنازل كما تقول، والنبي قال اقتلوه، نتبع الحسن ولا النبي؟ يلا. بس سيدنا النبي قال حديث قبله انه هذا ابني سيصنع الله بين قوم، بين فئتين عظيمتين. ماشي، الحسن يصلح، النبي قال اقتلوا، نقتل ولا نصلح؟ لا نصلح. لعد ليش النبي يقول قتلوا؟ والله سيدنا الحسن هو تلميذ النبي، هو ابن النبي. الان انا اسالك انت كانسان تتبع، موجود الحسن قال شيء والنبي قال شيء. النبي قال في كتابك اقتلوا، زين، والحسن قال صالحوا او صالح، نتبع النبي ولا الامام الحسن عليه السلام؟ يعني نتبع سيدنا النبي، بس هذا الحديث ضعيف، معناته سيدنا الحسن هو الصالح. الحديث ضعيف واضح. اسمع، الحديث مروي في صحيح مسلم، بل بوب له مسلم بابا كاملا، وهذا هو امامكم الحديث في صحيح مسلم اخواني، هذا الحديث، وهذا بتعليق محمد بن صالح العثيمين. اخواني اقرأ لكم ماذا قال قبل ان اقدم الاخوة. هذا كتاب التعليق على صحيح مسلم لمحمد بن صالح العثيمين، وانا اقرأ من المجلد التاسع. يقول هنا: اذا بويع لخليفتين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يقول ابن عثيمين: لأن الثاني يعتبر خارجا، فلما بويع للأول استقرت الخلافة له وصار هو السلطان في من بايعه، فإذا جاء الثاني ليبايع فإنه خارج، يضرب عنقه. الآن هل تضربون عنق معاوية؟ طيب الحسين خرج على يزيد، هل تضربون عنق الحسين؟ جاوبوا. لا تشعرون بالعار من كتبكم، هاي كتب الآن طبعتوها،
هاي الطبعة من مؤسسة ابن عثيمين الخيرية ومن صحيح مسلم. جاوبوا، لا تهربون من السؤال، جاوب أخونا معاوية. استاذ وعد، ايه؟ سيدنا الحسن السلام الخلافة ست شهور. بلوى يا أخي، أنا الآن سألتك تتبع النبي ولا لا يا ابن الحلال؟ إن الآن أنت تهرب، أنت مين عندك أفضل، الحسن ولا النبي؟ عندك حسن، عندك صحابي. خلاص، إذا الحسن عندك صحابي. الآن النبي قال لك واضح اقتل، يقول لك اقتل. الآن تقتل ولا تتبع الصحابي وتخالف النبي؟ ألو، يلا جاوب. ألو، أنا منتظر. يا أستاذ وعد، أنت بدك نجاوب على كيفك؟ سيدنا الحسن بايع معاوية، ومعاوية وسيدنا الحسن يا عمي شلون بلوى؟ أولا أنت عندك بايع معاوية وعندك صالح معاوية صلح. الآن الحسن صالح والنبي يقول الآن قبل أن يصالح. طيب، راح أسألك سؤال وأرجوكم أن ما تهربون. لما الحسن هدوء لما الحسن عليه السلام صالح، هذا صالح بعد أن بويع ولا قبل أن يبايع؟ سيدنا الحسن سلم الخلافة 6 أشهر. لا شوف اخواني، ما يريد يجاوب الان. لما الحسن عليه، لما اسمعني حتى تفهم سؤالي، الحسن عليه السلام لما صالح قبل ان يبايع لو بعد ان بويع وصار خليفة؟ بويع 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية. اصبر، هدوء. اذا الحسن بويع، طيب اول شهرين المفروض معاوية يكون تبع للحسن عليه السلام، صح ولا أنا غلط؟ صحيح. أيوة، ما صار تبع، إن قتله ولا من قتله؟ شوف، تبع وبايع حسن، بايع سيدنا الحسن سيدنا معاوية. يلا، وين بايع؟ عطيني، يلا عطيني وين بايع، عطيني الدليل. الروايات كلها بتقول سيدنا معاوية. عطيني الرواية بابا، مثل الله أكبر، مثل ما يا أخواني ليش الشيعي ماسك الكتاب ويقرأ لك الشرح ويقرأ، وأنا من أقول لك الرواية يقول كل الروايات ما عندي. طيب أنتم متى أنا أمسك شيخ من عندكم يقرأ لي من كتاب؟ إيش فيكم أنتم الآن؟ عطيني أن معاوية قال للحسن أنت إمامي مفترض الطاعة وأبايعك. يلا تفضل، شو اسم الكتاب؟ أنا مطلع صحيح مسلم بشرح ابن عثيمين، وهذا صحيح مسلم بدون شرح ابن عثيمين، هذا صحيح مسلم بدون شرح ابن عثيمين، هذا واحد فوق الآخر. يلا اعطيني أنت كتاب، طلع. أنا مالي فاتح كتاب. سيدنا الحسن بايع معاوية لست شهور. طيب متى تفتح؟ أنت متى تفتحون؟ كلهم عازلين مغلقين. دفتحوا شوية، خلي الناس تفتح عقولها. فتح، يقول ماني فاتح. دفتح، أنا بدك تفتح. شلون بلووية ذولا؟ يعني ليش الشيعي يجيب الدليل يا أخواني؟ أنت الآن السني اللي تتابعني، تفخر بالشيعي ولا تفخر بهؤلاء؟ أنا ماسك الكتاب وشرح الكتاب والكتاب ملون وأحمر على أصفر على كذا، وأقرأ لك. لما أقول لك يا أخي اقرأ، أنت مو تقول معاوية بايع الحسن على رأس، أنا ساكت. شو اسم الكتاب؟ هذا حقي إخواني، حقي أنا أعرف الدليل. من أطالبه بالدليل ما يعطيني، شو أسوي؟ أغلق علي. يا أهل السنة، بالله عليكم، أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة، بالله عليكم، أتفخرون بهؤلاء؟ يا أهل السنة، بالله عليكم، أترفعون رؤوسكم بهؤلاء؟ أهؤلاء محاوريكم؟ أهؤلاء فخركم؟ أهؤلاء عزكم؟ أبي هؤلاء تباهون الناس؟ يا أهل السنة، أين مشايخكم؟ يا أهل السنة، أين مشايخكم؟ طيب تفضل أخونا يوز. حياكم الله من جديد. مثل ما سمعتوا، هذا المتصل معاوية سقط حديث موجود في مسلم،
وهذه هي ثمرة البرنامج، وهذه الثمرة اللي خلتني أسلط الضوء على هذا الفيديو وعلى هذا الاتصال، لأن بكل اختصار دائما ما يقولون صحيح مسلم صحيح البخاري صحيح من الجلاد إلى الجلاد لا يوجد فيه شك، لكن هذا البرنامج وأسئلة هذا البرنامج ونقد هذا البرنامج والإلزامات من هذا البرنامج والنقض من هذا البرنامج للوهابية جعل منهم يتبرؤون يتبرؤون، أما من صحابي من صحابتهم وهو معاوية أو كتاب من كتبهم وهو صحيح مسلم، فهنا يقول الوهابي الحسن تنازل، ولا يوجد تنازل، إنما تصالح عندكم. فهذا الوهابي يقول بكل اختصار أن الإمام الحسن تنازل. جيد، هذا الحديث قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إنه الحسن تنازل، إذن هذا الحديث هو الثابت، بينما حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما هذا بالتأكيد سيكون حديث باطل وحديث ضعيف، وهذا بنص قوله، لأن الرسول يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به فئتين من المؤمنين أو المسلمين عفوا. فهنا سقط حديث موجود في صحيح مسلم، وهذه هي ثمرة الفيديو. أعيد وأكرر، شخص من هذه الفرقة يسقط حديث بصحيح مسلم، ثمرة جدا جدا كبيرة. بعدها يقول هذا الشخص، يقول بعد نقض الحاج وعد اللامي بخصوص أن الإمام الحسن كان خليفة لستة أشهر وتنازل عندكم أيها الوهابين، في هذه الستة أشهر هل معاوية كان خليفة أو لا؟ يقول هنا، يقول أن معاوية بايع الإمام الحسن بهذه الستة أشهر، هل يوجد عندك دليل؟ يقول لا يوجد عندي دليل، وهذه هي الطامة الكبرى التي جعلت الحاج وعد اللامي يا وهابية متى تفتحون الكتب؟ متى تفتحون الكتب وتعطون مصدر؟ وهذه ملاحظة جدا مهمة، أنه دائما اتصالات هؤلاء الوهابية لا تأتي بمصدر، إنما مشايخهم يأتون بدليل، أما مرسل أما ضعيف أما من الكتب التي يعتمدون عليها أو أشياء لا تتبناها الفرقة أو الطائفة أو الدين الشيعي بالحديث، يستدلون بما هو ضعيف، يستدلون بما هو مرسل، وأيضا يستدلون بأشياء لا تصح عند الشيعة، ويستدلون أيضا بكتبهم، ويستدلون أيضا برواياتهم أو روايات موجودة في الكتب الشيعية لكن عن طريق رجال ثقات عندهم. هذه هي بضاعتنا وهذه هي بضاعتهم، ونترك الحكم للشخص المنصف. هذا هو تلخيص، وهذا هو هدف، هذا هو هدف قناة خواطر فكرية من تلخيص برنامج الحاج وعد اللامي، نستعرض بهدوء تام، نفصل بالنقاط ونقول للشخص المنصف احكم، أنت مع هذا الطرف ومع دليل هذا الطرف، أو أنت مع دليل هذا الطرف ومع رأي هذا الطرف ومع نقض هذا الطرف. لا نسعى إلى خلافات بقدر ما نسعى إلى توحيد الأمة، توحيد الأمة تحت راية محمد وآل محمد. فيديو آخر وتلخيص آخر، وانتظرون إن شاء الله بفيديوهات قادمة توضح وتلخص هذا البرنامج القيم. سؤال بريء، فانتظرونا وفي أمان.